اب میں گزارش کروں گا حمزہ علیم الدین سے، یہ بھی الحمدللہ حفظ کر رہے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت چار پارے کا حفظ انہوں نے مکمل کر لیا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ چند آیات بطور نمونہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. السلام عليكم.